الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهذا الحديث قد مر ذكره في هذا الكتاب والكلام على معناه، قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أجل بيان وجوب الزكاة لأنها من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن هذا الرجل من أهل نجد جاء ثائر الرأس، أي منتفش الرأس، بسبب ما عليه من أثار السفر، يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول، لأنه كان من مكان بعيد، والذي يظهر أنه كان من أهل البادية، ولذلك فعل ما فعل، أنه كان ينادي بصوت عال من بعيد، وإلا فلو كان قريبا من العلم لقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله بأسلوب أحسن مما فعله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، جاء مريدا للخير مقبلا عليه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، وذكر له الصيام، وذكر له الزكاة، وفي كل مرة يقول له: هل علي من غيرهن؟ من غيرهن، يعني هل علي غيرهن من الصلوات، أو غير شهر رمضان من الصيام، أو غير ذلك من الزكاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع، تزيد على ذلك من النوافل. فقال هذا الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن صدق بأنه لا يزيد ولا ينقص عن هذه الواجبات. ولا شك أن المحافظة على هذه الأركان ليس بالأمر السهل، أن تحافظ على الصلوات الخمس، وأن تحافظ على الصيام، وأن تحافظ على الزكاة بحيث لا ينقص منها شيء ولا يخالجها شيء من النقص، هذا لا يقدر عليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرعت لنا النوافل من أجل أن تسد الخلل الذي يكون في الصلاة، من الذي الخلل الذي يكون في الصيام، الخلل الذي يكون في الزكاة، الخلل الذي يكون في الحج، وبقية الواجبات التي تتبعها النوافل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الرجل: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق، إن صدق في كلامه فهو من الفالحين. فدل هذا على أن الاقتصار على الواجبات مع عدم المستحبات يكفي للفلاح، ولكن يعني لا بد في هذا أن يجتنب المحرمات، لأنه لو اقترف المحرمات أخل بالواجبات.
فلا يفهم من هذا الحديث أن من حافظ على الأوامر ولم يلتزم بالنواهي أنه يفلح، لا، لأن الفلاح متعلق بفعل الواجبات وترك النواهي، لأنك إذا فعلت النواهي فقد أخللت بالواجب الذي عليك. فلا يفهم من هذا الحديث كما فهمه بعضهم في فعله للمعاصي والمحرمات. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن، قال إلا أن تطوع، هذا دليل لأكثر أهل العلم على أنه لا يجب من الصلوات كلها إلا الصلوات الخمس. ومن هنا استدل أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، فإنه لو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات اليوم والليلة. وهذا هو الصحيح، أن الوتر سنة مؤكدة والنوافل سنة، سواء السنة الرواتب أو غير ذلك من السنن، كلها من السنة لا تدخل في الواجب. ومنها تحية المسجد، من هذا الحديث استدل أهل العلم على تحية المسجد ليست بواجبة، فلو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت بعض الصلوات كصلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الصحيح في هذا أنها سنة، صحيح أنها سنة مؤكدة، إلا صلاة العيد فإن القول بالوجوب فيها قوي. لكن ماذا يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم قال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع؟ فالجواب على هذا كما ذكر بعض أهل العلم على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو عن الصلوات اليومية، بينما صلاة العيد صلاة موسمية ليست من الصلوات اليومية، فلذلك تخرج عن الحكم من هذا الحديث. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وبعض أهل العلم قال مطلقا هي سنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، فدل على أن كل الصلوات غير الصلوات الخمس هي من التطوع ومن السنن. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول في صلاة العيد بالوجوب قول لا شك أن له وجه قوي لأدلة تذكر في موضعها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.